السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. واليوم احنا درسنا عندنا قطعة موسيقية للفنان الكبير منير بشير اللي هي بغداد، وطبعا إيقاعها من جورجينا، و كثير من الاخوان في الدول العربية رادوا بهاي المقطوعة. معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير. عندي نوعين من الدورات الموسيقية، الدورة اونلاين مباشرة وياها اللي هي 8 محاضرات مباشرة بالانترنت يسموها اونلاين، وعندنا الحضوري موجودة في بغداد انا حاضر. قبل ما تبدي اولا هنا عندك في البداية عندنا صلدا طبعا هاي ايقاع جورجين دو ايش صدق مي مي ري دو ري دو سي دو سي لا سي لا صل لا صل فا صل فا مي فا مي فا صل فا صل لا صل لا سي لا سي بدو. إذن هو بدايته وقضيته أنه دائما في مقام النهاوند على درجة الدو. وصلتها لكم بقراءة النوطة وتقدر تسجلها اللي حرفي وهي موجودة النوطة طبعا، لكن حبيت ألقيكم إياها بالنسبة للمتعلمين حتى يأخذ أذن، وأكو بعض الأخوان اللي موجودة عندهم نوطة. أكون أنه استمتعتوا شوية بقطعة موسيقية لبغداد اللي هي مقام ناون وإيقاعها جورجينا طبعا، ولفناننا الكبير الفنان منير بشير. تحياتي لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك والدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات في الشهر أونلاين وموجودة حضوري، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.